أهلا، أنا اسمي آمر حرب، أنا ديزاينر وكنت فاسيليتيتر في كايرو ديزاينثون راوند 1 in 2020. الحقيقة أنا عايز أتكلم أكتر عن الإكسبيرينس بتاعتي أو أحكي إيه اللي حصل معايا في كايرو ديزاينثون. والحقيقة كانت تجربة يعني سوبر بوزيتيف on so many levels. From a macro level, I would say, يعني الحقيقة كاري ديزاينثون كانت إثبات قد إيه الديزاين ممكن يبقى ليه رول قوية جدا في إن هو يبقى ليه ريسبونس سريع في أزمة كبيرة أو تشالنج العالم كله فيه، حاجة غيرت حياتنا كلها من غير ما يكون معمول لها أي حسابات. الديزاين على طول ابتدى يفكر والناس تتجمع وتطلع أفكار وتحاول تحل التشالنج أو تحاول توصل لأفكار إزاي ده ممكن يتحل بأي طريقة، سواء برودكت ديزاين او سيرفيس ديزاين او اي افكار. دي كانت في حد ذاتها حاجه كبيره قوي بالنسبه لي كواحد ديزاينر وبايزد شويه. فدي كانت اول حاجه. على ليفل تاني، الكونسبت ان الناس كلها كانت شغاله ريموتلي اقوى من الفيزيكال راوندز كمان، يعني كله كان شغال، ناس كله قاعد بيسهر وبيشتغل، ممكن يقعد لحد تاني يوم يكمل عشان يطلع بافكار. الناس كانت شغاله، مش هقول بس من اماكن مختلفه، لا من بلاد كمان مختلفه، وكله شغال في نفس الوقت وكله قاعد بيفكر وكله بيحاول ان هو يوصل لنتيجه سريعه. كله كان انجيجد وكله عايز يوصل لحاجه في الاخر، في كده هدف كبير. ده كان في حد ذاته يعني اكسبيرينس مش هقدر انساها. تاني حاجة اللي لازم أقولها أو لازم أقول يعني قد إيه الموضوع كان organized، I have to thank all Cairo Designathon organizers. الحقيقة الموضوع كان منظم جدا، الأجندة كلها معروفة، إحنا كفاسيليتيترز عارفين من الأول خالص إحنا هنعمل إيه واليوم مترتب إزاي، والتيمز كلها عارفة هي رايحة فين directly من قبل حتى ما الموضوع يبتدي، يعني 4 أو 5 أيام بس كلهم منظمين جدا وكل حاجة معروفة هي عاملة إزاي وهتوصل لإيه بالظبط. فده كان في حد ذاته انا شايفه انجاز ونجاح كبير جدا. يعني I've been running human centered design و design thinking cycles before but this one would definitely يعني very well organized I have to say. I'm definitely in في الراوند اللي جايه يعني، I hope ان الموضوع يفضل مكمل على طول لراوندز اكتر واكتر واكتر وبكونسبتس مختلفه بتحل مشاكل مختلفه، سوشيال انوفيشن ليفل او برودكت ديزاين ليفل او وات ايفر. كل ده حاجات I really hope ان هي تكمل و I'm looking forward to the second round. شكرا جدا.